وما ما تبكيش جهت كي معك ادعي لي نوصل دايما تبكي دايما تقول راحة على وجه هذه الأرض تختلف تجارب الحياة، ولكل تجربة منها ذوق خاص. تزداد صعوبة عندما تغيب الحلول أو تحلم بشيء الطريق إليه صعب أو ممنوع. تجد أن هناك من يفكر بطريقة أخرى. لن تجد إلا صوتا واحدا بين نفسه وعقله، ولن تجد إلا وجهة واحدة من أمام نظره. وعندما تفتش بين أفكاره ستجد القرار الأخير فيها، سيضعك ضمن الخارجين عن القانون بتجربة مجنونة مجهولة العواقب. هنا الحياة وهناك الحياة، ولكن بينهما لحظات قد تكون إما حياة أو موت. الهجرة السرية على متن زورقنا تجربة ستعيشونها رفقتنا مثل ما لم تعيشوها من قبل، ستكون مختلفة عن المعهود، لأننا سنخوض التجربة ونكون رفقة هؤلاء الشباب المغامر لعبور البحر الأبيض المتوسط للانتقال إلى الضفة الأخرى. تجربة ستكون خطيرة جدا، ربما سنعود منها وربما لا، وقد يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب، ونكون ضمن قائمة المفقودين في هذا البحر الواسع. تظنون أن ما سنقدم عليه جنون؟ نعم هو كذلك، فمثل هذه القرارات تحتاج إلى كثير من الجنون، لهذا رافقونا. جملة من التساؤلات سوف تعيشونها في هذه المغامرة. ماما عندي حق الساكن، عندي حق العمل، حق الزواج، حق باش نشري طوموبيل، هادو حق يمشين مشي أرضينير، ولا كاين اللي شايفها أرضينير، هادي مشي أرضينير، هادي حق كيما نوصفها لك بالقليل، حقرة في كلش، حقرة باللي يقدروا عليها كاع راهم حاقرين الشعب فوق اللازم. ما كان سكنة، ما كان خدمة، ما كان منا. يا البحر دير مزية قطعني في البابور، حياتي في الميزانية ذاكي مورا البحور. كيف يفكر هؤلاء الشباب؟ كيف استطاعوا التخلص من الخوف وخوض المغامرة التي قد تصل إلى درجة الانتحار؟ نعم الانتحار. كاين خدمة مشي ما كاش، بصح انا ما نخدمش بمليون الشهر. ندمر واني عايش في مسلسل، انا نطبع غدوس نروح اوسطانيا عاود نجي نعاود نروح كويري كل يوم نهار غير ود عاود مسلسل مازال ما طلعتش كتبه. انا البلاد ما بقاش بلاد، سورتو الدوار اللي رانا عايشين فيه واحد يأكل في واحد. هنطلع أوروبا إن شاء الله،
طلعوا بدراهم بلا دراهم كيما جات. هل الحرقة تغيير لمصير أم أنها انتحار وهروب من الواقع؟ سؤال يبقى هو الآخر معلقا كالظاهرة نفسها. الناس قاعدة حبت قاعدة باغي تروح كاينش اللي باغي يقعد هنا نشوف فيها غير واو ما بقاش بالناس هاي هاد يقعد هنا ما كاينش حل تتفرد تدخل الحبس يقتلوك ولا تقتل كلي راك تكمي الدخان وفيك لا قريب كاش كاع هربش ولا ماريا ولا رشيد جاب الحوت كاش هذه غضب عنف وخوف من المجهول. تجربة مريرة سميت برحلة الموت تنتهي في معظم الحالات بمأساة يصحو عليها أمهات وأباء. صباح نط كنصلي الصبح لقيت الباب تاع الشومبرة تاعها محلولة وحاط التليفون والنكوة تاعه والدران تاع الجزائر عرفتها باللي حرك النهار اللي راح ما علمت واحد المردي لو 14 فيفري 2006 خرجوا هما ثلاث باطا ولا فيهم فايت 20 واحد العامرية مقرى روايبة بوجار غير من لي زونفيرون منا مع هادو كاع 20 واحد واحد ما بانش لا ميت لا حي ملي خرج بالصبح ما تهرش في العشية ملي خرج بالصبح ما تهرش في العشية سولت أصحاب البحرية خبر عنه ما بان يا بحر الطوفان. خويا خرج من المستعاليم خرج من لو دو اكتوبر راح حراق هو وعشرة تاع ولاد الحومه تاعي خرجوا حراقه من 2008 من اللي راح ما اتصلش بينا من اللي راح ما عندنا حتى معلومات عليه نسمعوا من عند الناس وكاع مي بصح خويا ما عيط ما والو اللي راحوا معاه جالي يتصل واحد اللي راحوا معاه وحده من الام تاعو قالت لك باللي نهار اللي وصلوا في الليله اللي راحوا فيها الغدوة من داك يوصلوا قالت لك ولدي عيط قالت لك وشغل يجري في الطريق هكا يجري ويهدر مع اخته ويجري هي قالت لك من داك النهار هي ثاني ما زالت معلومات العيد ما كانش عيد رمضان ما كانش رمضان اي حاجه ما شكون مشي كيما الناس ما ناش فرحانين بها مر البحر تكره تقول لك ما نروحش البحر نهار اللي راح خويا تقول لك انا ما نقدرش نقعد في البحر ما تروحش حنا هاك كنا نروحوا يا دوت ما نروحش ما نقدرش نقعد في البحر ما نقدرش نشوف البحر ما نقدرش هاك حتى يبان ولدي ان شاء الله هي الام تحس بوليدها انا ما تحس بيه تقول لك بلي حسابي ولدي راه حي وهي ماما محيين باسكو هذه حاجه تاع ربي صح مي بصح هادو 10 كاع وما يبان واحد فيهم كنا حاجه ماشي مليحه ولا يتبان تبان حاجه تاع الموت تبان مي بصح هادو افات حبس قال لك راهم في مروك بلي انا اليوم في مروك رغم الخطر المحدق إلا أن هؤلاء الشباب أبصارهم لا ترى سوى الضفة الأخرى أوروبا أو كما تعرف ببلد النور
لتحقيق أحلامهم التي يرون بأنها لن تتحقق إلا بهروبهم إلى هناك. الشباب اللي راه كارع عليه حق خاصة حاجة علاه نقعد هنا وين نسكن وش نخدم وكفامه تكرروا ليه طيح مينير تسكن دي قروك 300 أورو في الشهر زين زيدك شاه تعلم لا لونغ بزاف صوالح تزوج تما شعر صفر هذه هنا أنا الشعب قهوي ما كاش آمل. كم هو صعب أن تقرر في مثل هذا الظرف، لكنني قررت بعد تفكير طويل أن أخوض التجربة مع هؤلاء المجانين. الرحيل إلى الضفة الأخرى، الهروب من الحياة إلى الموت، هي كذلك التجربة. بعد بحث طويل استطعت العثور على شابين ينويان الهروب إلى الضفة الأخرى. خلطين فرنسي في بابي في الدهر شو يبانه في الدهر حكاية. طيب ما هذا الشيء لو نشي فرنسي شكنا الشير شير هي شير محرم هي الخدمة اللي لازم أنا بيجي على خدمة كن دخلي لا كن دخلو ثم كل شيء جاهز عدنا من نروحه ودي سهل قادر نار طافية ونقزو شوفوا مكانوال وحلوا لي في الباب دخلي حد حضر والدخل يا ماما تشغل وواد صافي لين طرقك سكنات على الجيب غير سكن فيها في عامين جيب يوحي عامين عامين سكن فيهم يفعل موسيقى يبدأ الحلقة ثاني يختم أنوار يبدأ لنا نعرف واحد بين مقالية قاعد فيها يومين من التكتية كل يوم يموضي في النهار يدور في الليل يجي من منطقة قاعد يختم أبريل كيف الحد؟ طب بغي نروح من ربيت النافيقات ارتفاج النافيقات كيف؟ ارتفاج هذا المكان تيا كنشر لك على كس واحد قاعد دخلي فيه قوة اسمح لي عمو رمضان ايه هذا المكان اسمح لي سنبدأ الآن مرحلة البحث عن مهرب لينقلنا إلى الضفة الأخرى. وجهتنا الأولى ستكون ولاية عين تيموشنت بالغرب الجزائري وبالضبط بالشاطئ بوزجار. النقطة التي ينطلق منها الحراقة. الوصول إلى الأشخاص الذين يعملون على التهجير بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا أمر ليس بالصعب. بوجار فيها شيوخ علي قيد عاد باز يزيد أنا واحد من الناس في 2005 لو كنت نعرف نقدر بموتير نخدمش كاع بحر سيفري عائلة تاع بحر بويا وجدي بصح ما عمري ما قدرت موتير باش نخدم بحر شو عندي جماعة من الناس دينا قلعت منا الزوج ديال الليسته تاع التحشيه كنت تما عادي كاع علاش نعرف نعوم ونسكن فيه ونعرف باللي غير نشوف الحاكي داير نقول لك اسكو موفيطون ولا دوك هاك نشوف انا عارف اسكو هذا ينجم يوصلني ولا لا. مناد ياسين الغابه محمد وغيرهم اسماء معروفه بين سكان المنطقه. ليس بوزجار فقط من يوجد به مثل هؤلاء الاشخاص، بل في كل شاطئ أشخاص يتحكمون في عمليات الحرقة. بديت نحرق ديركت قيد على بديت نحرق قيد دروك أنا نروح نخدم يقول لك كازي تاعك موسخ عندك 9 قضيات عندك منه تروح تبريزونتي روحك يدوك أيوا خدمنا هنايا ما خدموناش درنا هاك وهاك عيطونا شاشرة دبرنا إيكيب قلعنا في 2006 الحمد لله كتبت لنا هاك وهاك وصلنا عشنا مراحل في الماء ومنه دي فوا الحرقة تاعي الأولى ما توكيتش كيشغل جاتني سهلة بداية جاتني سهلة رحت قعدت تما 21 جور عاود ردوني اكسبيرسي
دي فوا كنا نتصيد ولا نكون مرياح يعيطوا لي يقولوا لي هواري تدينا، نقول لهم واه ديرك، ما نقولهمش لا ولا خاطش علاه راني محرحر بزاف كي باين فهمك، غير يقولوا لي الو واه تدينا، نقول لهم واه زعما دين تما قارعش ولا نعود إلى شاطئ بوزجار لنلتقي بشخص يعمل على التحضير لنقل مجموعة إلى أسبانيا. ياسين الغابة اسم يتردد كثيرا بالغرب الجزائري، يعمل منذ سنوات على تهريب الشباب إلى أسبانيا، يعرف الكثير عن البحر ويعرفه البحر كذلك، ينتمي إلى عائلة شغلت هذه المهنة الغير شرعية، سبق وأن نظم العديد من الرحلات جميعها نجحت ما عدا رحلة واحدة كانت سقطة ياسين الغابة، سقطة جرته إلى ما وراء القضبان بعد أن وشت به إحدى الفتيات التي رافقته إلى الضفة الأخرى. خرج من السجن منذ أشهر بعد أن قضى به 7 سنوات. ياسين كان يعمل على تنظيم عملية حرقة منذ أشهر، انتهى من تشكيل الفريق المكلف بشراء الزورق وجمع الأموال منهم، وهو الآن يبحث عن فريق آخر لشراء المحرك. سنستغل حاجته للمال ونقنعه باصطحابنا إلى إسبانيا. كان اتفاقي مع ياسين لتسديد 10 مليون سنتيم، لكنه بدهاء استغل إصراري على الذهاب معه ورفع السعر إلى 20 مليون سنتيم. لم يكن المال وحده كافيا لإقناع ياسين باصطحابنا، بل لجأنا إلى الحيلة أيضا، وهذا بعد أن اكتشف ياسين هويتنا. لهذا لم أجد أمامي سوى اختلاق قصة استطعنا من خلالها إقناع المهرب باصطحابنا إلى الضفة الأخرى. ليس هذا فقط، بل السماح لنا بتصوير بعض المشاهد. أخبرته بأنني صحفية، لكنني مؤخرا تعرضت إلى مضايقات من طرف الأجهزة الأمنية التي تطاردني في كل مكان، ولا يوجد حل أمامي سوى الحرق رفقتهم والذهاب إلى بلد آخر وطلب اللجوء السياسية. بهذه القصة المفبركة استطعت إقناع هذا المهرب. المبلغ الذي جمعناه إلى حد الساعة كان 27 مليون سنتيم، قيمة المحرك تتجاوز 50 مليون سنتيم. لهذا قرر ياسين شراء محرك مستعمل سعره لا يتجاوز المبلغ الذي جمعناه. وين خير جديد خير ولا القديم خير ولا؟ لك ماذا بيسين واحد يكون زعما مشي جديد زعما خادم سيد طبط مليح يا سيد. أنا ظاهر يا الكسوة هذيري بيهن قيمة ديال كالبيراتير صحيح وابريسيو كي تكون في الابريسيو فكي تكون تجيب دي وجيب يا صحيح. وجهتنا الآن ستكون ولاية وهران لشراء المحرك. نحن الآن بأحدى شوارع الباهية وهران. هنا وبهذا المحل تباع كل لوازم الصيد،
من بينها المحركات المستعملة والجديدة أيضا. يتفاوض الآن الشباب مع صاحب المحل على سعر محرك مستعمل، لكنه في حالة جيدة على ما يبدو. قالك 19 بيع، قال 36. ها هو صاحب المحل يذهب لإحضار وثائق المحرك لاكتتاب عملية البيع التي أرادها أن تكون قانونية، خاصة أنه اكتشف بأننا حراقة نستعد للذهاب والإبحار لرحلة مجهولة المصير. مع الأسف عملية البيع لم تتم، صاحب المحل لم يعثر على وثائق المحرك، طلب منا العودة بعد أيام إلى حين إيجاد فواتير المحرك، لكن الوقت يداهمنا وليس بإمكاننا الانتظار. لا نستطيع نقل المحرك بدون فواتير، فهذا الطريق يخضع لحراسة مشددة كونه المعبر الوحيد الرابط بين الولايتين. الو صاحبي انا جاي. ها هو ياسين يتلقى اتصالا هاتفيا، وكأن الحديث الذي يدور بينهما حول بائع جديد. نعم وهو كذلك، يوجد محرك ببلدية المالح بعين تيموشنت. اتفقنا مع صاحب المحرك أن نلتقي به عند 8 ليلا، لكن جاء الموعد والبائع لم يحضر بعد. بعد ساعتين من الانتظار قررنا إلغاء الموعد والذهاب إلى العاصمة. وصلنا إلى ميناء بوهارون في ساعات مبكرة. يعني انتقلنا من بوزجار إلى العاصمة وبالضبط إلى ميناء بوهارون بحثا عن محرك القارب اللي راح إن شاء الله يروحوا به الرحلة إلى إسبانيا. لحد الآن راي الساعة 7 صباحا، لحد الآن لم أنا نستناو في الشخص اللي وعدنا إنه يوجد لنا محرك. رانا أربعة أشخاص، يعني هذا من بين أربعة أشخاص اللي راح نروح إن شاء الله، من بين يعني 12 شخص ولا حتى 14 شخص. لعمي عليا معظم الحراقة مروا بهذا المكان ليصبح الأشهر من نوعه، حتى أنهم ذكروه في أغاني الحرقة. في هذا المحل وجدنا محركا من نوع سال سرعته 30 حصان. المحرك الآن بين أيدينا، وتم نقله إلى منزل حمو مساعد المهرب الذي يقع بالعامرية في عين تيموشنت. بعد عدة محاولات تمكننا من شراء هذا المحرك. المحرك في شرطة راح يدينا إلى الضفة. لم نكن وحدنا من يستعد للرحيل، بل كانت هناك عدة مجموعات بالمنطقة تستعد هي الأخرى للهجرة. حسب معلوماتي اتفق الشاب مسبقا مع حارس إحدى محطات الوقود بالعامرية على ملء 8 دلاء مقابل مليون سنتيم جزائرية. الساعة 35 يكفي وهذا ما شاء الله. ما شاء الله على باب ربي. الوقت الذي كان فيه حمو وياسين يعملان على تجريب المحرك كي لا يتوقف بنا في عرض البحر. كنت برفقة أحد الشباب نتابع الأحوال الجوية بمقهى الإنترنت. الوقت يمر ونحن ننتظر ساعة الانطلاق.
أسبوعا كاملا ونحن نترقب هدوء مياه البحر للإقلاع. وأخيرا تم الإعلان عن استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة. ينزل الملاحة والصيد البحر البحار هم من يقع شباب لأن الرياح ضعيفة، هذا ماكسيموم 20 كيلومتر الساعة للسواحل. هذه متكافية تسمح لنا بخوض المغامرة. والانطلاق من الجزائر نحو إسبانيا. اليوم سنذهب مع بعض الشباب لنعاين المكان الذي سنقلع منه. برجو عندي يقول لي تروح كم مرة. أنا هذه أمنيتي هي كانت في قلبي باش نروح وجا وقلت نعطيها فرصة. كيفاش شحال قالوا لك تكون نهار سنة؟ في نهار في نهاري يعني خلصت في نهاري يجي. شحال خلصت؟ شحال خلصت؟ دراهم من شو يقول لك صوالح سكري. جيت تليفون تاع عمو بعثت تليفون تاع بويا بعثت تليفوني جبت لك تليفون واحد آخر. وروح. وصاي ومدي معايا لا اورو لا والو مسببها على ربي صاي باسكو كرهنا هذه البلاد ما قدرناش نعيشوا هنا. ماما تبكيش جات في مراك ادعي لي يوصل. في هذا المكان الذي يقع بمنحدر خطير والبعيد عن الأنظار التقينا مع الشباب الذين سينتقلون معنا إلى الضفة الأخرى نحو إسبانيا. قد يصعب عليكم رؤية ما يحدث هنا، لقد منعنا من إنارة المكان لنقل الصورة واضحة، وهذا تجنبا لاكتشاف أمرنا من قبل الأجهزة الأمنية، فأي خطأ سيفشل العملية يا ترى؟ فيها الطوشري فيها الضوء هذي مكتبي تشعلي ما نقدرش نشعلي شوفونا أخويا ما نريسكيش نعلي. بعد إنزال الزورق والمحرك وباقي المعدات بالشاطئ العملية التي أخذت منا وقتا طويلا لصعوبة المكان الذي يقع بمنحدر صعب أيضا الشباب الآن يشرع في نفخ الزورق وإعداده للإبحار. الجميع كان يظن أن عملية النفخ سهلة جدا حيث تم إبلاغنا أن الرحلة ستنطلق في حدود الساعة 2:30 ليلا لكن الساعة الآن تشير إلى 3:30 ونحن لا نزال باليابسة نشتغل. تقدر على تقدر على كيف وشفت معها كابر نقص لا غير على لا غير أبو سرعان يا عشان ورا أبو سول. وأخيرا انتهت رحلة النفخ فالزورق حاضر للإقلاع. أجهزة حراسة السواحل الخاصة بالمراقبة ترصد أي جهاز إلكتروني أو أي إضاءة حتى لو كانت ضئيلة
لهذا عذرا منكم، سنضطر لإطفاء الكاميرا إلى غاية عبور المياه الجزائرية، فالمغامرة ليست أبدا سهلة. بعد ساعات من الإبحار تخطينا الآن مرحلة الخطر. نحن الآن بالمياه الإقليمية، مياه الألبور. عبد الباسط الذي لم يتوقف عن الغناء والتصفيق منذ انطلاقنا. وكأنه لا يخوض رحلة جنونية، قصته مع الحرقة غريبة جدا، تبدو مضحكة لكنها تظهر مدى عدم اهتمام الشباب بمصير معلق بين الحياة والموت. عبد الباسط تعرف على فتاة مغتربة بإسبانيا منذ أسابيع، جاءت لقضاء عطلة الصيف بأرض الوطن وبالضبط بشاطئ بوزجار. اليوم ستغادر فتاة أحلامه إلى إسبانيا. عبد الباسط لم يصدق عندما جاءته فرصة السفر إلى هناك، لا يهم إن كانت الرحلة عبر طائرة أو سفينة أو زورق، المهم الوصول قبلها إلى إسبانيا واستقبالها ببرشلونة. يا كحلة العيون من وحدي مغبور. الساعة الآن تشير إلى 5 مساء ولا يفصلنا على الأراضي الإسبانية سوى 30 كيلومترا. سننتظر حلول الظلام لدخول جزيرة الميريا. حلوي 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 العدو يقص العدو يقص يعطي مليح. مشهد لم نستطع تصويره، منذ قليل نشب شجار بين 2 كلاهما، كان تحت تأثير المخدرات، كاد الشجار أن ينتهي بجريمة قتله، الشابان كان مسلحين. عبد الباسط هدد بتقطيع الزورق وإغراق الجميع، إنها الكارثة، لكن في الأخير تم تهدئتهما وفض النزاع. نواصل الإبحار نحو الجزيرة. مفاجأة أخرى لم تكن في الحسبان، حبل التشغيل يتمزق والمحرك يتوقف بنا في عرض البحر. يسين الغابة يحاول تركيبه من جديد، لكن المحرك لم يشتغل بعد، كل المحاولات باءت بالفشل. قلق وخوف من الغرق انتاب الجميع. مصيرنا الآن بين أيدي هذه الأمواج التي تتلاعب بنا يمينا وشمالا. ما أصعب أن تجد نفسك ضائعا وسط البحر الأبيض المتوسط.
ياسين قرر المجازفة وإحداث ثقب بالمحرك لإعادة الحبل. الجميع يرى أن ما يقوم به جنون، لكن لا يوجد حل آخر، إما المجازفة أو الغرق. تدخل سعيد كان في الوقت المناسب. نعم، استطاع أخيرا تشغيل المحرك مجددا. صوت المحرك أعاد الفرح إلى الزورق. غناء وتصفيق لنجاحنا واقترابنا من الجزيرة التي كانت بالكاد تظهر لنا بسبب الضباب. طبعاً لن نقترب أكثر كي لا ترصدنا أجهزة حراس السواحل الإسبانية، بل سننتظر حلول الظلام لننزل إلى ألميريا. ياسين الذي كان يتميز عن المجموعة بنظرات غريبة تخترق هذا البحر تتحدى أمواجه، ترفض أي شيء ما، بل أنها ناقمة عن وضع بداخلها. فقبل أن يتحدى الموت تحدى طفولته أيضا. ياسين أصغر ركاب هذا الزورق، يبلغ من العمر 16 سنة. اختار الحرقة التي سمع عنها الكثير لتحقيق أحلامه البسيطة. قد تتساءلون عن الأسباب التي دفعته إلى ركوب هذا الزورق. ياسين لم يعش طفولته كباقي الشباب أو كباقي الأطفال. كان يبيع المخدرات، نعم، وسنه 12. من المسؤول عن هذا الطفل الضحية؟ وما سبب وجوده هنا؟ ياسين اختصر ما يشعر به في كلمة واحدة. أيوة، لا رك حارك انت يا أفرك. نعم؟ تخيلوا أن هذا الطفل سيكون من بين الهالكين وسط هذا البحر. من المسؤول عن ذلك؟ ومن سيحاسب؟ ياسين أم عائلته؟ أم أشخاص آخرون؟ الكثير منكم لاحظ ظهور هذا الشاب معي، وهذا منذ انطلاق العملية. معرفتي به كانت بالعاصمة. الوحيد الذي كان يعلم أنني صحفية أقوم بإعداد تحقيق حول الحرقة. يدعى أنيس، يبلغ من العمر 19 عاما، متابع قضائيا. عندي بزاف قضايا. من بين القضايا عندي قضية ضرب والجرح وسلاح أبيض محضور، وعندي تتهريب. شريت محارق، شريتهم من أرجي، شريتهم إكزاكت من جامع اليهود، ما هبطهم لشلف. جد كونتيزين أنا وزوج صحابي، إحنا ثلاثة قاع
كنت زينا حطينا دراهم ورحنا شي رق ما بطينهم ما حكموناش كاع في الدخله تاع الشلف حكمونا قال لك هذه السلعه ممنوعه وما على باليش اللي دخلها اللي دخل بالكونتينر بالبوابر ماشي بكونتينر كونتينر واحد ما يدخلوا بالبوابر ما يتجوز نورمال دخلوها على الدوله على لا مارين وتجوز على لا باف ومع باليش على من تجوز هذيك يدخلوها وواحد كي واحد زوالي كي يروح يشريها باش يعاود لها البيع باش ما يروحش يسرق هذاك لا لم يجد عملا ميزيريا الجزائر قال ميزيريا مش غير انس اللي تميزر الشبقه راه ميزر الشبقه ميزيريا اللي ميزيريا ماشي غير في الخدمه ميزيريا كاين اللي ما لقاش باش ياكل كاين اللي ما لقاش وين يرقد لم يجد حلا اخر غير الحرقه لتغيير واقعه المر نروح نحرق في بوطي نروح في بوطي نموت في البحر ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود وما تاكلونيش نتوما وما نعطيلكمش رزقي نتوما اللي عطونا حقنا ماشي حنا اللي نعطوكم يكن الحوت وما يكنيش الدود أتمنى أن لا يكون هذا مصيرنا حقا ونكون من نصيب حوت من الحيتان نعود إلى الزورق لنستكمل أحداث الرحلة ها هي شمس إسبانيا تتأهب للمغيب يستقبلنا ليلها الذي كنا نظن بأنه يحمل لنا نجاح المغامرة والنجاة من بين أمواج البحر لكن هذا البحر أبى أن يتركنا لننزل باليابسة إذ رمت بنا التيارات البحرية إلى وجهة أخرى ليست جزيرة أخرى بإسبانيا بل نحن الآن بمياه المغرب منذ ساعات كنا باتجاه 330 درجة أي بشاطئ ألميريا لكن نحن الآن بدرجة 220 ليلة كاملة ونحن ضائعين في هذا البحر نحاول العودة إلى غايتنا لكن لسوء الحظ البوصلة هي الأخرى تتعطل ومصيرنا الآن بين أيدي القدر الخوف والبرد جعل الجميع يستسلم وينتظر الموت الظلام هو الآخر أخذ نصيبه منا وجعل نفقد أي أمل في الحياة نعم لازلنا أحياء لكن الموت سكن قلوبنا جميعا وسحابة الاستسلام خيبت على الزورق تشرق الشمس لتجد ركاب هذا الزورق بالكاد أحياء تعيد شيئا فشيئا أمل الحياة مجددا الآن لا يهم إن لم نعثر عن طريق إسبانيا المهم لدى الجميع
أننا لازلنا أحياء ولم تلتهمنا الحيتان. بين الحياة والموت جملة رددتها كثيرا في بداية تحقيقي. نحن كنا ولازلنا معلقين بين الحياة والموت. الجميع لا يزال في غيبوبة ما عدا البعض. سفيان يعمل على تشغيل المحرك. الحمولة الزائدة جعلت الزورق يمتلئ بمياه البحر. كدنا أن نغرق عدة مرات. نحن الآن لا نعرف في أي بحر متواجدين. نعم، نحن ضائعون. يأتي المساء ولم نلمح اليابس بعد. ظلام آخر يستقبلنا ويدخلنا مجددا في دائرة الاستسلام. الآن نحن أموات لا محالة. وكأن هذا البحر يرفض مفارقتنا. ويريد لنا أن نغرق فيها. إنها تشبه القصص الخيالية. ما أراه تبدو أنها سفينة. نعم، هي كذلك. هل هم ربما حراس السواحل؟